السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من يونس توك. مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بودكاست مدونة صوتية يونس توك. سنقرأ فيها صوتيا مقال كتبته بعنوان يفشل معظم الناس في فعل ما يرغبون بفعله لأنهم لا يريدونه حقا كما يظنون، وهذه حقيقة مرة. ذكرني بالمقال الأستاذ محمد عمار، بارك الله فيه ورزقه ما يحب ونفع به. فالأستاذ محمد عمار هو الذي ذكرني بهذا المقال، فانتهزت الفرصة وقلت دعني أصنع نسخة صوتية من هذا المقال. فإذا لنبدأ بسم الله. مساء السعادة، اقترح علي الأستاذ طارق ناصر هذا الموضوع فشكر الله له. الأستاذ طارق مشترك في رديف، فاشتركوا أنتم أيضا في رديف، الروابط ستجدونها بالوصف. أوصيك كذلك بمطالعة مقالات مدونته، مدونة طارق ناصر، لما تكتبها في جوجل ستطلع الأول إن شاء الله يعني أكيد، وتجد مقالات نافعة، فإذا هي مليئة بالنفع. ومتابعة حسابه على تويتر لأنه حساب نافع وماتع، فإذا طبعا ستجدون الروابط في كل الروابط في وصف هذه الحلقة. انظر أدناه إحدى التعليقات الحديثة على مقال ترجمة الأستاذ طارق ونشره في مدونته عنه كيف تصبح الأفضل في العالم في مجال ما، وهذه فرصة أن نذكر بهذا المقال الجيد. فكتب أحد عن هذا المقال، مقال جميل، ترجمة ممتازة، شكرا طارق أنا دوما أستفيد منك. فبارك الله في الأستاذ طارق ونذكره بالخير هنا. ها أنا ذا أنبهك لا تفوت على نفسك المنفعة التي في مدونة طارق ناصر. والآن لمقال اليوم. إذا الأستاذ طارق يقول: هل ترى التذكير بالموت ومقولة عش يومك كأنه آخر يوم في حياتك حافزا كافيا للاستمرارية وعدم الكسل والتسويف؟ فأقول مستعينا بعون القدير إن استخدام فكرة الموت ومفهومه لتذكير الناس به ديدن الزهاد، ففي قصص الزهاد والواعظين دوما ما يذكرونك بالموت كي تعمل لآخرتك. وهنا ارتباط الموت بالعمل، لأن منطقهم يمضي كما يلي: بما أنك تريد أن تعيش منعما في الآخرة لما لا نهاية فاعمل هذه السنوات القليلة هنا. أيضا النصوص الدينية في كل الديانات تقريبا تربط العمل بالنجاح في اختبار الآخرة بما فيها القرآن. مع ذلك كل هناك قاعدة في الدين الإسلامي مفادها أنه لن تدخل الجنة بعملك أبدا إنما بفضل الله. ويعرف كل المسلمون أن هذا لا يعني أن تتخلى عن العمل لآخرتك. ماذا لو مت غدا؟ هل ستكتب نصك الأسطوري؟ سبب التسويف والكسل في نظري ليس جهل الناس بما يحفزهم، إنما بعدة عوامل، منها: رقم واحد، هم لا يعرفون ماذا يريدون أساسا. رقم اثنين، إن عرفوا ما يريدون فهو غالبا رغبات آخرين لا رغباتهم هم. رقم ثلاثة، في حال عرفوا ما يريدون وكانت رغبتهم هم فعلا فهم لا يعرفون كيف يحققونها، وهذه هي المشكلة الحقيقية. الآن لتوضيح النقطة، واحد، لو قلت لأحدهم يريد أن يصبح كاتبا أنه سيموت غدا، فمن المفترض لو كان صادقا أن يكتب نصه الذي طالما حلم أن يكتبه، ولما لا يكتبه؟ ولدينا أمثلة واقعية على هذا. لنأخذ أمثلة: كتب كافكا في ليلة واحدة فقط، هي 22-23 سبتمبر أيلول 1912، وبدفق متواصل من العاشرة مساء حتى السادس صباحا أقصوصة الحكم، على دفتر من دفاتر يومياته التي كان يضمنها كل ما يرد في باله أو يعمل عليه من دون التمييز بين كونها نصوصا أدبية أو انطباعات يومية. تعليقي: وهي من أشهر القصص العالمية حاليا، عن هذه القصة لوحدها من الكتب والدراسات ما يفوق ما ستكتبه أنت وأنا أيضا طيلة حياتي وحياتك. الإرهابي برينتون تارنت، منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا، عليه من الله ما يستحقه. هذا الرجل الإرهابي كتب 74 صفحة في بيانه الآثم، لأنه كتب بيان، ومع ذلك لا زال كثير من الطيبين في هذا العالم غير إرهابيين عاجزون عن كتابة 3 صفحات مع بعض. فتأمل تعليقي، مع العلم أن هذا الإرهابي كان من الممكن أن يموت ويقتل في دبادل إطلاق النار في خضم اقترافه لجريمته الشنعة.
أيضا لدينا مثال ثالث وهو جان دومينيك بوبي. فجأة أثناء قيادته سيارته مع ابنه تعرض لجلطة حادة في جذع الدماغ غيرت شكل حياته بعدها، ومع أنه أصيب بالشلل ولا يستطيع الحركة والكلام إلا أنه صار كاتبا مشهورا وكتب رواية بيع منها ملايين النسخ، وقد كتبها بإغماض رمش عينه اليسرى الشيء الوحيد الذي يتحرك فيه 200,000 مرة. كتب الكاتب الكردي الإيراني بهروز بوجاني روايته لا صديق سوى الجبال مستخدما تطبيق واتساب من مركز اعتقال تشرف عليه السلطات الأسترالية، وقد استغرقت كتابة تلك الرسائل التي تشكل الرواية 5 سنوات دون كلل أو يأس. وبحسب ما قال الكاتب بهروز فقد كان يعمل لساعات طويلة كل يوم تصل أحيانا إلى 16 ساعة. مع ذلك عندما نحكي هذا لمن يقول لك أريد أن أصبح كاتبا يقول لك ويمنحك تعبيرا من تقاسيم وجه تشبه تعابير وجه الليمبي. الليمبي ممثل مصري معروف يعني، فتصور وجهه ويحدق فيك. مع أن ذلك الراغب في الكتابة بين علامتي اقتباس، رقم واحد غالبا لن يموت في سن 40 كما مات كافكا ولن يصاب بالسل قبل موته عافانا الله وإياكم، رقم اثنين غالبا لا يخطط لاقتراف مجزرة قد يموت فيها ويعتقل في السجن لفترة طويلة، ورقم ثلاثة غالبا هو لم يصب بالشلل ولا يستطيع الحركة والكلام ولم يضطر للرمش بعينه اليسرى 200,000 مرة كي يكتب دون أن يستعمل يده، ورقم أربعة لم يعتقل ولم يهجر ولديه وقت وتطبيقات أحسن من واتساب لكتابة روايته مثل ما كان حال الكاتب بهروز. وأنا أجزم أنه لو قلت للناس وعملت استفسار أي مفاده ستموت غدا فكيف ستخطط ليومك، فمعظمهم لن يثبت على ما كان يقوله من قبل أنه يريده بل يغيره لفعل آخر هو حقا ما يريده. ونحن نقول له إذا نفعل ذلك الآن هناك في العمر فسحة الآن. شخصيا أنا يونس بن عمارة لو قلت لي سأموت غدا سأكتب ذلك اليوم تدوينة كذلك. لكي تعرف ما إن كنت تمضي في طريق صحيح في حياتك قسها بقدر ما ستغير من حياتك إن سألت نفسك هذا السؤال: سأموت غدا فما أنا فاعل؟ لما يحدث هذا؟ لماذا يعني تعرف أنك تمضي في طريق صحيح عندما تقيسها بالجواب على هذا السؤال؟ ذلك أن رغبة الناس في أن يفعلوا شيئا ما هي في الغالب انعكاس لرغبة آخرين مبنية على المظاهر وليست رغبة حقيقية. ركز هنا، كل ما تريده الناس هو الجزء الحسن من الأشياء دون تحمل تبعية أي مسؤولية أخرى لذلك الشيء. أمثلة: يريدون المال لكن ليس العمل بجد لذلك ولا الادخار، يريدون الأطفال لكن ليس مسح مؤخراتهم وتربيتهم، يريدون الأطباق اللذيذة لكن دون عناء طاهية، يريدون الزواج لكن ليس تحمل وجود إنسان بكل عيوبه ومشاكله معك، يريدون الكتابة لكن دون مطالعة حرف، ويريدون أن يأكلوا ما يريدون دون أن تتأثر صحتهم، ويريدون أسنانا لامعة وقواما رشيقا وبشرة ثقيلة ملساة لكن دون صرف أي فلس على ذلك ولا بذل أي جهد لتحقيق ذلك. وذلك لا يكون في الدنيا أبدا، لأن آخر خيال الناس فيما يريدونه متوفر في الجنة، وهي أي الجنة واقعا غير متاحة في الدنيا. إن رغبت أن تعرف ما إن كانت رغبتك حقيقية أصلية أم لا، اسأل نفسك: هل ستتخيل نفسك تفعلها في اليوم الذي ستقبض فيه روحك؟ إن كان جوابك لا فهي غالبا وفي معظم الحالات ليس ما ترغبه حقا. لنأخذ مثالا عمليا بهذا الصدد: يرغب الكثيرون من الرجال في هذا العالم أن يموتوا في حجر المرأة التي يحبونها، وهذا ما يريدونه حقا، وقد تمكن من فعل البعض. لذا فإن رغبة هؤلاء الحقيقية يمكن صياغتها كما يلي: أن تعمل على أن تكون زوجا وأبا صالحا قدر الإمكان، ولا تجعل العمل أو أصدقائك يؤثرون على وقتك مع أهلك، ولا أنت يعني كلا أنت لا تريد حقا أن تشتري تلك السيارة رباعية الدافع، لأنه في واقع الأمر أنت تغبط ابن عمك الذي اشتراها على غير، وكلا أنت لا تريد حقا سكن الفيلا التي زرتها ذات يوم، بل تريد أن تبث أن لك مكانة اجتماعية ليست لديك حقا، وكلا مرة أخرى أنت لا تريد أن تبني شركة تمول بالملايين، لأنه بتلك الملايين كل ما كنت تريده حقا رسم بسمة على وجه المرأة التي تحب، وهي تبتسم لك لما تشتري لها علبة شوكولا ميلكا، ولا تنسى ذلك أثناء عودتك للمنزل.
فها هنا رغبتك الحقيقية، وكي ترفع حظوظك في تحققها سيتوجب عليك في هذا المثال بالذات أن تضحي بالعمل إزاء وقتك مع عائلتك وليس العكس، وأن تضع أهلك في أعلى مصفوفة قيمك وتمضي وفق ذلك، فيكون احتمال أن تموت في منزلك أو في رحلة أو نزهة مع زوجتك وليس في مكتبك وأنت تعمل أو وأنت تركب القطار عائدا للمنزل أعلى من غيره إحصائيا وواقعيا. وهذا سبب عدم فعل الناس ما يريدون فعله، أنه في واقع الأمر لا يريدون فعله وإنما يريدون ثمرته ومظهره، فهم لا يريدون الكتابة إنما يريدون أن يظهروا كتابا مثقفين توضع كتبهم في رفوف الأكثر مبيعا، لا يريدون الرشاقة إنما يريدون أن يظهروا رشيقين جاذبين لأنظار الناس ودهشتهم، ولا يريدون المال إنما يريدون السيارة والمنزل ذو الطوابق والحلية الذهبية التي يأتي بها المال، ذلك لسبب واحد لديهم، فقع مرارة أو مرارة حسادهم وبالذات أقاربهم والبصق المعنوي في وجه من قال لهم يوما لن تحققوا شيئا. ثم لكي لا يتأذوا نفسيا يقولون لأنفسهم أعذارا غير حقيقية تبرر لماذا لم يحققوا ذلك، مثل رقم واحد أو عذر سخيف أو غير حقيقي، رقم واحد هو المهارة التي أريدها موهبة وليست لدي لهذا فشلت وهو خطأ، المهارة التي أريدها موهبة وليست لدي لهذا فشلت وهو خطأ، إذ لو كانت الكتابة كمثال على المهارة موهبة لماذا نشأ ابن ستيفن كينج الكاتب المشهور كاتبا هو كذلك، ولماذا أبناء عادل إمام وغيره من الممثلين ممثلون جيدون لحد بعيد هم كذلك، الظروف هي التي منعتني، القطة بوسي هي السبب، الدولة الجزائرية هي السبب، طبعا نحن نعدل الأعذار الغير حقيقية غير حقيقية، مزاجي هرموناتي رقائق إلكترونية ضمن اللقاحات تجعل بيل جيتس يتحكم بي عبر الأقلام الاجتماعية ويمنعني من فعل ما أريد، وجود الكثير من الأنمي في هذا العالم وأنا مدمن أنمي بالتالي سأحقق ما أريد في حياة أخرى، وهذا الشخص يعني هو من كثرة مشاهدته الأنمي آمن بفكرة العودة البوذية في حياة أخرى وضيع كل شيء بما في ذلك معتقداته، الذي معني عذر آخر تعويذة سحرية أطلقتها ابنة عمي علي، بنت سلطان الجن تعشقني وتمنع أي بنت بشرية بنت حواء أن تقربني، المخابرات الروسية تتجسس على سجل تصفحي وتحجب عني كل معلومات نافعة ودروس قيمة، أنا مصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. في أعماق أي شخص يعرف حقا أنها أعذار زائفة، وحلها أن تعرف حقا ما تريد دون تأثيرات اجتماعية ومن ثم تعمل على تحقيقها لسنوات وستتحقق، لأن هذا ما يحدث في العالم كل يوم، هذا ما يحدث في العالم كل يوم، فقصص النجاح التي تقرأها إما أنها مزيفة أو حقيقية، الحقيقية قبلها سنوات طوال من الكدح والعمل اليومي ولا شيء آخر، أما المزيفة فمسألة وقت وتنكشف حقيقتها. لذا ذكر الموت فعلا يفيدك في تحفيز نفسك على العمل، لكنه نافع بصفته اختبارا لما تريد حقا. مرة أخرى يمكنك تجريب مصداقية ما تريد حقا بسؤال نفسك، هل ستفعله إن كان هذا اليوم آخر يوم في عمرك؟ إن كان جوابك نعم فهو رغبة حقيقية، لأن سؤال الموت يسقط أهمية ما سيقول الآخرون ولهذا كان فعالا في تمحيص ما تريده حقا لنفسك. إن كان جوابك لا فاسأل نفسك مرة أخرى، ما الذي يريده فعله في آخر يوم من حياتي؟ وهو ذاك هو هدفك ورغبتك الحقيقية. وذكر الموت محفز على العمل من ناحية أنه يشير لك أنه إن أجلت شيئا لتفعله غدا فقد لا يكون لك غد أساسا، من هنا تفعله اليوم وهذا فعلا ما يرفع الانتاجية. فالجواب المختصر إذن أن تمضي في حياتك وفق مبدأ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، حسن فعلا لكنه لن يعالج التسويف والكسل دون أن تعرف حقا ما تريده، ولا يكون ما تريده مجرد نسخة كربونية مزيفة لرغبة شخص آخر غيرك أنت. إن فعلت ما تريده وترغبه بحق فها هناك شقاؤك في الدنيا ينقص وكدحك وإن كان موجودا تغدو أنت أكثر تحملا له، لأنه كما خمنت حتى لو كنت تفعل ما تريده بحق لن تخلو حياتك من المنغصات، وخير لك أن تفعل ما تريده بالفعل لأن الدنيا تذكرة مؤقتة لدخول لعبة ستنتهي عاجلا أو آجلا، فالعبها بأسلوبك أنت.
أطال المولى أعماركم في رضاه وتوفيقه، وأعطاكم حتى يرضيكم، ثم زادكم من فضله، اللهم آمين. وشكرا لحسن الإصغاء والاستماع، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام.